في حد بيعرف الإجابة؟ أنا يا سناب. أنا من القرادة، إيش ما سكت وعينت خير؟ أنا راح الحت فيه برجلي. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي جريبي. أنت بتعرف تحل المسألة دي؟ هي عارفة، 4-4 يبقى 0. يا سلام، ممتاز يا لقريبيع، صفقوا له يا جماعة. أمل الذهاب يا قريبيع، طلع دافور. تفضل يا لقريبيع مكانك، ودلوقتي هنخش على مادة النحو. كالمصري ذا ليلة طويل وأنا جوعان، والمرقوق جاهز من مبطي. وابكي يا أستاذ عن إذنك، أنا بطير الشراب، أنا فيني سكر ولا تحمل أبطي، أبي أروح وأعود بسرعة. تطير مين يا ضنايا؟ الرجال يبي الحمام يا استاذ. اوه ماشي ماشي، روح طير براحتك. وبكنت في شواربي كلها انعودت لها المدرسة. تعال انت. انا؟ ايوه انت، تعال هنا يا استاذ. ادخل على ربك، ما اشوف عقب هالبقسة اللي اكلت قبل شوي. بعدين عندك عفاس يا اخي ما سألته. اخس الله يخسك، انت تحس من استاذ عتريس ما يشوف؟ ترى يشوف ويفهم، ولو يابا يسألني كان سألني وقال قم يا عفاس. طب قوم يا عفاس تعال هنا. يا الله النكبة، الله ينكبكب وصحتك. ابكي انتبه يا استاذ، تراني مريض وفيني سكر وضغط وديسك وبلا وجلع، وقد قال لي الدكتور لا تخلي احد يضربك، ترى في خطورة على حياتك، وانتبه لا تقربني، تراني عطيتك العلم وفكري من شرك. ماشي ماشي، انا عاوز قمله مفيده. هوك فيه قمل مفيد وقمل ما هو مفيد، القمل كله ما به فايده، والقمل خوي للفقران. وبعدين من اللي قايل لك يا استاذ اني متعهد قمل؟ ترى الكلام ده تروح فيه قبائل. يا ابني انت مش فاهم حاجه، ده انا عاوز قمله مفيده، مثلا شرب الطفل الحليب. اها توني فهمت، تبين اجيب لك علم صامل. وكتوني عرفت حاجتك. الرمه. ايه الرمه دي؟ الرمه يعني الرجاله الطيب. ماشي ربنا يكرمك، ادينا جمله مفيده. وابك الجمله قحص الرجل عن الذيب، فقفز الذيب وله طامر من القشعه. يا والله محماس والمله بالشوزه ويلهبه، يا والله حاشن على زيبه من خلاف، اللي هذا صنهاتي بن صحن من خلافه، ويتلايمون على الذيب ويطرحون. ايه زيب وصحن وصنهات ومش عارف مين؟ ايه التخريف ده؟ يا رجال ده ما هو تخريف، ذولا رياجيل احتموا حلالهم وطرحوا الذيب، وقد قال بهم خنيزان بن دلقوس قصيدة هذا طولها. يا استاذ الرجال علوم.